لسه مكملين مع حضراتكم عن دور القبائل في مواجهة الإرهاب ودعم التنمية في سيناء. معانا على التليفون الشيخ عيسى الخرافين، شيخ مشايخ قبائل سيناء. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا. لما نيجي نتكلم بداية قبل العملية الشاملة 2018، بدأت عملية البنى والإعمار في سيناء. عايزين نعرف بقى الدعم، سواء كان معلوماتي أو لوجستي، اللي قدمته الأهالي للحكومة، وإزاي قدرتوا تشتركوا في عملية البنى والتطوير في سيناء. الحمد لله، الدعم اللي قدمته الجبايل كله لوجستي وأمني وعملي وفعلي في نفس الوقت كله مع الحكومة ضد الإرهاب، والحمد لله ربنا نصرنا عليهم احنا والقوات المسلحة، وقضينا عليهم من شهر واحد اللي فات، اخرهم في شهر واحد. الحمد لله عظيم. كذلك اما من ناحية مثل التنمية والتنمية، تنمية سيناء داخل مجال تنمية غير مسبوقة، تنمية حقيقية، تنمية مثلا انت كان لما انك بتيجي على سيناء بتقعد على معديه كم ساعة؟ ساعتين ثلاثة. مظبوط. دلوقتي خمس دقائق. دقيقة لو انك في سيناء. يعني القطيعة اللي كان سيناء فيها انتهت. الأنفاق وصلتها. القطيعة ما فيش فيه قطيعة دلوقتي. الأنفاق وصلت هذه القطيعة، يعني أقصد خلاص في الأنفاق بتاعت الإسماعيلية والسويس. الحمد لله. كله. يعني دقيقتين لو انك في الإسماعيلية، دقيقتين لو انك في سيناء. يعني الحمد لله، يعني عمل جيد جدا. اما مثلا من حيث كمان التنميه، السيد الرئيس اولا ترعه السلام من الشمال، وبعدين دخل لنا ترعه ثانيه من جنوب الاسماعيليه. وعليها حيستصلح 400,000 فدان. فذلك الموضوع ده موضوع كبير كمان. مقابل ترعه الرئيس دي الجنوب الاسماعيليه وترعه السلام. ودي 400,000 فدان، ودي 400,000 فدان. ده شيء مثلا مهيل. وطرحوا هذيك اليوم فتحوا الباب للي عايز من ابناء سيناء يتقدم لياخذ مثلا مشاريع زراعيه بمثابه شركات، فيزود مساحه الرقعه الزراعيه يا فندم، ويزود المنتجات الزراعيه، ويشغل ناس كمان. كله يعني شغل. سلامتك يا شيخ عيسى، الف سلامه. الشغل يعني حيكون محترم جدا الحمد لله. فلذلك البلاد العميقه دي اللي ما بتلحقهاش الميه، الدوله ضربت فيها ابار ميه وبنت فيها بيوت، وبتدي المواطن بيت و10 افدنه ايه مزرعين زيتون، وبتقول له ده بيتك وده ماكينه الميه بتاعتك، وازرع واستلم وازرع. هي يعني الحمد لله، يعني خطه غير مسبوقه دي لسيناء ابدا. عظيم. طيب شيخ عيسى، انت تابعت بنفسك وحاربت الارهاب، وحاربت كمان في الحروب المصريه 48 56 و73، وكنت شاهد على كثير من الجرائم الاسرائيليه ومحاولات كبيره قام بها الاسرائيليين، وانتهاكات كبيره للقانون الدولي. برغم من كل ما يقوم به الاسرائيليين، الا ان مازال الناس كانت في سيناء صامده وموجوده. بالعكس، اول ما لقت الدوله المصريه بتمد لها ايدها ابتدت تدعمها بالشغل وبالرجاله علشان يقدروا يشتغلوا ويقدروا يطوروا من المكان. احنا شفنا الرئيس مقدم اكتر من 740 مليار جنيه لدعم سيناء. انتوا حاسين بالفرق ازاي؟ دي فرق. انا بقول لك دي مثلا تنميه غير مسبوقه، دي تنميه غير مسبوقه لسيناء. والراجل ده لما بيتكلم في حاجه بيوفيها، ما بيتاخرش ابدا. راجل صادق في كلامه، يعني لما بيقول انا عامل كذا واعمل كذا بيعمل صحيح، وما فيش فيه ولا اي حاجه. والتنميه دي تنميه الحمد لله غير مسبوقه نهائي. اما مثل من ابناء سيناء مع تعاونهم مع قواتهم المسلحه، ده شيء
تاريخي من قديم الأزل. طبعا. ده تاريخي من قديم الأزل، يعني من الأربعينيات والخمسينيات وكذا، ده الكلام قديم. العلاقة ما بين القبائل والقوات المسلحة علاقة وثيقة، وثيقة جدا. أكيد. فذلك إن الموضوع إسرائيل لما دخلت علينا في 67 وكانت لمنها بتفوت على الجندي المصري ما بتاخذوش أسير، تضربه بالنار. تضربه بالنار. ده كان اخترقوا جميع القوانين الدولية اللي هو في حرب 67 من ناحية الجنود المصريين، لا بياخذوهم أسرة ولا حاجة. مثلا أنا عندي إنسان مصاب، دكتور مصاب، وجبته وخبيته عندي في البيت. لما جبته وخبيته عندي في البيت، في يوم أجا علينا الجيش الإسرائيلي، لما جاء علينا إسرائيلي وبصري قال مين ده؟ قلت ده أخويا مصاب، أخويا مصاب. بصوا فيه كده قال لا ده مش أخوك، ده مش أخوك. الضابط مسكين، ضابط الحمية، قال له أنا ضابط مصري طبيب. أنا ضابط مصري طبيب. وبعدين؟ من يوم قال له كده سحب المسدس وضربه بالنار. للأسف ده وقبر يا شيخ. وقبر الضابط ده لا دلوقتي موجود في أرضي. الضابط ده القبر بتاعه موجود في أرضي جنب بيتي. طيب ده بيؤكد الدور الكبير اللي قاموا بيه وحضرتك وكل أهالينا في سيناء قاموا بيه في الحمد لله والله. في الدفاع عن مصر وفي مساعدة مصر في كل المحن والأزمات، وفي 73 هذا النصر العظيم لم يكن يتحقق إلا بمساعدتكم للقوات المسلحة، لأنه أنتوا أدرى الناس بطبيعة هذه الأرض، فكنتوا الحقيقة يعني قير دليل ساعد القوات المسلحة على التحرك داخل أرض سيناء، وده مش جديد عليكم. فكان طبيعي أن يكون في عدد كبير من المشروعات يا شيخ عيسى يكون موجود عندكم، زي ما حضرتك ذكرت المشروعات متنوعة، يعني مشروعات إسكان ومشروعات زراعية ومد ترع ومد شرايين تنمية ومد طرق ومحاور. الحمد لله والله. كل ده بيساعد في التنمية في سيناء، وبيساعد كمان في وصول المستثمر، اللي حتى أي حد عايز يستثمر في سيناء هيقدر يوصل، لأنه في بنية تحتية أساسية موجودة يقدر يستثمر في أرض سيناء. وده اللي حاصل بالفعل، بنشوف مشروعات كتيرة، ودي البداية يا شيخ عيسى. وزي ما الرئيس دايما بيقول اللي جاي إن شاء الله هيكون أفضل بكتير. احنا طبعا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا الشيخ عيسى الخرافين، شيخ مشايخ قبائل سيناء، شكرا جزيلا لك.